أشهد أن محمد رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اجعل في هذه الرقية الخير والبركة والشفاء، اللهم اجعل فيها الخير والبركة والشفاء، اللهم اجعلها مباركة، اللهم اجعلها مباركة. الف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم فك كل سحر
اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر اللهم اشف كل سقيم اللهم اشف كل سقيم اللهم اشف كل سقيم اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل كل سحر اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ارفع الضر عن المضرورين اللهم ارفع الضر عن المضرورين يا الله يا الله اللهم ارفع الضر عن المضرورين والعين عن المعيونين والحسد عن المحسودين اللهم ارفع الحسد عن المحسودين والعين عن المعيونين والسحر عن المسحورين والظلم عن المظلومين يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنزل رحماتك على عبادك المؤمنين اللهم اشف مرضاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم أقر عيونهم بعلاج من عندك اللهم أقر عيونهم بعلاج وشفاء من عندك يا رحمن يا رحمن يا رحيم اللهم أقر عيونهم بشفاء من عندك يا سميع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم يا حي يا قيوم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى وفك كل سحر، اللهم فك كل سحر، اللهم ارفع كل حسد، اللهم ارفع كل عين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين. اللهم من آذى عبادك، اللهم من آذى عبادك بسحر أو عين حاسد، اللهم فإنا نجرأ بك به، اللهم إنا نعوذ بك من شره، اللهم إنا نعوذ بك من شره، اللهم أعذ المسلمين من شر الحسد، اللهم أعذ المسلمين من شر السحرة، اللهم أعذ المسلمين من كل حاسد وساحر ومشعوذ وكاهن. اللهم أعد عبادك المؤمنين، اللهم أعد عبادك المؤمنين من السحرة والمردة من الشياطين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم يا الله أبطل سحرهم، يا الله أبطل سحرهم، يا الله أبطل سحرهم، يا الله أبطل سحرهم، يا رحمن أبطل سحرهم، يا رحمن أبطل سحرهم، يا رحيم أبطل سحرهم، يا رحيم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم شافي مرضى المسلمين، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم عافي مبتلاهم، يا رحمن يا رحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعاه
يا حليما على من عصاه يا حليما على من عصاه يا حي يا قيوم يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى من الذي دعاك فحرمت من الذي توكل عليك فأسلمت من الذي فر إليك فطردت يا الله يا الله يا الله يا الله أنزل عافيتك على مرضى المسلمين أنزل عافيتك على مرضى المسلمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء المضطر إذا دعاه يا مجيب دعاء المضطر إذا دعا ناداك أيوب فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له يا الله وكشفت ضره وناداك ذنون فقال سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له يا الله ونجيته من الغم وناداك زكريا فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبت له ووهبت له يحيى وناداك نوح فأجبته وناداك نوح فأجبته فيا رحمن يا رحيم يا من هو عند قلوب المنكسرين يا رجاء الخائفين يا رجاء الخائفين يا أمل المنقطعين يا الله يا الله يا الله اللهم أنزل عافيتك على مرضى المسلمين أنزل عافيتك على مرضى المسلمين اللهم عافهم اللهم عافهم اللهم اكشف ضرهم اللهم ارفع بلواهم اللهم ارفع الابتلاء عنهم اللهم ارفع الابتلاء عنهم اللهم اكشف ضرهم وفرج همهم يا رحمن يا رحيم اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر اللهم ارفع الضر عن المضرورين والعين عن المعيونين والحسد عن المحسودين والسحر عن المسحورين يا الله يا الله اللهم ارفع السحر عن المسحورين أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله أبطل سحرهم يا الله اللهم ارفع الحسد عن المحسودين عافهم يا الله عافهم يا الله عافهم يا الله عافهم يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد و
ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وقالوا لولا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من البرص
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من البرص، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنود والجذام وسيء الأسقام. سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، ونعم الوكيل، نعم المولى، ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش الكريم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.